ازيك عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده هنعمل مهرجان البيتزا بتمن واحده بس. هنعمل 5 بيتزات كبار، طعمهم وريحتهم وحشوتهم حاجه كده في منتهى الروعه. تابعوا معايا الفيديو علشان تشوفوا احنا عملنا ال5 بيتزات اللارج دول ازاي والتكلفه على قد الايد. خليكم معايا. هنا صدر فرخه انا قطعت شرايح رفيعه كده زي ما انتم شايفين، وتعالوا نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل فيه ايه. الزيت سخن معايا، هبتدي انزل بقطع الفراخ اللي انا قطعتها وهبتدي ان انا اشوحها في الزيت. هسيب الفراخ معايا تتشوح، والطبق اللي انا هحطها هحط ملح وفلفل طبعا على حسب الكميه وحسب الطعم، وبابريكا وثوم من البودر، وهبتدي ان انا ارشهم كده على الفراخ. هبتدي ان انا اشوح الفراخ لغايه ما تتحمر. الفراخ خلاص معايا استوت، هي مش بتاخد وقت خالص، وخلاص اتشوحت معايا واستوت. هبتدي ان انا اقفل النار زي ما قلت لكم، ده صدر فرخه فوق. معايا صدر فرخه تاني قطعته كده زي الشرايح بتاعه الستريبس، ونقعتها في لبن وتوابل الفراخ وملح وفلفل وبابريكا، ونفس التوابل حطيتها على هنا، دقيق ونشا، ونفس التوابل اللي حطيتها هنا هي اللي حطيتها هنا. ودي كانت طريقه الاستريبس، وهسيب لكم الطريقه بتاعته في صندوق الوصف. هبتدي ان انا اخد الشرايح بتاعه الاستريبس اللي معايا، وابتدي ان انا احطها في الدقيق اللي متبل ومعايا نشا ومعايا كمان بيكنج باودر اهو زي ما انتم شايفين. هاخد بقى واخلص نفس الكميه من كل الكميه اللي معايا، وبعد كده اروح على زي الغزير وابتدي ان انا احمره. ممكن نستغنى عن الخطوه بتاعت الاستريبس دي، و يعني ممكن نعمل بانيه عادي بالبيض والبقسماط. معايا طاسه على النار فيها زيت، ونبتدي نقلي القطع بتاعت البانيه اللي معانا. زي ما قلت لكم تقدروا تعملوها بالبيض والبقسماط، او هحط لكم اللينك بتاع الاستريبس في صندوق الوصف. تقدروا تستخدموا صدور البانيه الكامله او الشرايح بتاعه البانيه العاديه. احمرهم بقى وابتدي ان انا اطلعهم على مناديل المطبخ. حمرت الاستريبس اول زي ما انتم شايفين، ولو عايزينه يبقى فيه كذا طبقه هتطلعوه من الدقيق المتبل، ترجعوه تاني للبن اللي كان متبل، وترجعوا تاني تحطوه في الدقيق المتبل كذا، يعني من الطبق ده للطبق ده. وزي ما قلت لكم هحط لكم الطريقه بتاعه الاستريبس في صندوق الوصف. بكده تكون الحشوتين اللي انا هحطهم في الوصفه بتاعتنا النهارده هيكونوا جاهزين. هنسيبهم بقى لغايه ما يبردوا ونشوف هنعمل ايه. وتعالوا نشوف مع بعض مكونات البيتزا النهارده. احنا النهارده هنعمل بيتزا من كيلو، دي هنعمل 5 بيتزا حجم كبير، وكنا عملنا مع بعض قبل كده بكوبايتين ونص، دي عملنا 2 بيتزا، وعملنا الميني بيتزا، وعملنا بيتزا رول، عملنا كذا نوع من انواع البيتزا. والنهارده هنعمل بكيلو دي 5 بيتزات كبار. معايا ده كيلو دي زي ما قلت لكم، ومعايا هنا معلقتين كبار من الخميره الفوريه، معلقتين كبار من السكر، معلقه صغيره من الثوم الباودر، ورشه من الزعتر اللي حابب مش حابب ما يحطهاش، ومعايا هنا معلقه صغيره من الملح. هبتدي احط المواد الجافه كلها على الدقيق مع بعضيها، وهجيب معلقه وابتدي ان انا اخلط المكونات الجافه كلها مع بعض. اتأكدت ان كل المكونات الجافة اتخلطت مع بعض ومن غير لبن ومن غير زبادي. هبتدي ان انا احط معايا هنا 2 كوباية من المية الدافية، قبليها هحط 4 معالق كبار من الزيت. 1 2 3 4 معالق كبار، وهبتدي احط 2 كوباية من المية الدافية. المية لازم تكون دافية عشان تشغلي الخميرة، والخميرة لازم اكون متأكدة منها قبل ما اشتغل، فانا عشان عارفه الخميره بتاعتي فاشتغلت على طول. سواء هعجن على ايدي او هعجن في العجان، هعجن مده مش اقل من 10 دقائق بعد ما المكونات بتاعتي تتجمع مع بعض وتتلم. هعجن كويس جدا مده ما تقلش عن 10 دقائق. ونشغل العجان اهو، يعني انا حطيت 2 كوباية بس من الميه، لو احتاجت معايا ازود ميه دافيه. ما حطيتش زبادي، ما حطيتش لبن، فاستخدمت ميه دافيه بس. 2 كوباية لو حسيت ان هي محتاجه علشان تتجمع ولسه فيها دي احط وازود ميه دافيه. حطيت 2 كوباية زي ما قلت لكم، وحاسه لسه في دي كده لسه في العجين. هبتدي ان انا اضيف ميه شويه بشويه كده، وابتدي ان انا اشغل تاني. وتقريبا انا حطيت 4 كوباية ميه زياده بس.
زي ما شايفين العجينه ابتدت تلم على بعضيها اهي، وانا حطيت الاول كوبايتين من الميه الدافيه، وحسيت ان العجينه محتاجه تاني فزودت لها ربع كوبايه ميه تاني، وطبعا ده على حسب نوع الدقيق بتاعكم. وبعد ما العجين اتلم على بعضه كده هبتدي اعجن فيه كويس جدا لمده ما تقلش عن 10 دقائق، سواء عجنت في العجان او عجنت على عبال العجينة بتاعتي ما تتظبط وتتعجن كويس جدا 10 دقايق في العجان. انا جبت هنا الصواني، الصواني اللي عندي مقاس 30، ودي اكبر صواني عندي اهي، ودهنتهم دهنة بسيطة من الزيت، وكمان رشتهم دقيق اللي هو دقيق الذرة. عندك الدقيق بتاع البسبوسة رشي رشة، يعني ده موجود او ده موجود، هنستخدم المتاح عندنا. 5 صواني اهم، وتعالوا بقى نشوف العجينة بتاعتنا بعد ما اتخدمت كويس جدا في العجان. ونشوف العجينه بتاعتنا اهي بعد ما اتخدمت 10 دقايق، شايفين بتمط ازاي؟ هو ده القوام اللي انا عايزه اوصله. هفضيها دلوقتي كده واجمع العجينه كلها على بعض بنقطه زيت، واغطيها بمسحه من الزيت، ونغطيها بالبلاستيك راب ونسيبها تتخمر لمده ساعه. العجينه بتاعتي اهي بعد ما خدمتها 10 دقايق زي ما قلت لكم، ودهنتها بمسحه زيت وغطيتها بالبلاستيك الغذائي، وهسيبها دلوقتي تخمر لمده ساعه او على حسب درجه حراره المطبخ. يعني هي في الصيف مش هتاخد الساعه دي، فهنسيبها تخمر وبعد كده نشوف هنكمل ازاي. زي ما شايفين العجينه بتاعتي عشان الجو حر ما خدتش معانا الساعه، وكانت اختمرت زي ما انتم شايفين كده اهي. هبتدي بقى ان انا اهبط الخمر بتاعها، وابتدي ان انا اقسم العجينه بتاعتي او الكيلو دي اللي احنا عملناه على ال5 صواني اللي دهناها. زي ما انتم شايفين انا قسمت كيلو دي او العجينه اللي احنا عملناها على ال5 صواني على حسب حجم الصينيه اللي معانا. انا قلت لكم الصواني هنا مقاس 30، ممكن يكون عندكم صواني اصغر شويه وصواني كبيره، فهتقسموا العجين يعني تاخدوا جزء كبير للصينيه الكبيره وجزء صغير للصينيه الصغيره. هدهن ايدي دهنه خفيفه من الزيت، وابتدي ان انا افرد العجينه لغايه ما تملى الصينيه كلها. زي ما انتم شايفين اهو العجينه بتتفرد معايا بكل سهوله، واتفردت وخدت مقاس الصينيه زي ما انتم شايفين. هكمل باقي الكميه بنفس الطريقه، ان انا ادهن دهنه من الزيت وهبطط عليها كده من النص لغايه الاطراف وافردها. فردنا كميه البيتزا معانا في الصواني اهو زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا اجيب الشوكه وابتدي ان انا يعني اعمل تنغيزات كده في العجينه علشان ما تنتفخش معانا وتعلى في الفرن. احنا مش عايزينها عاليه، احنا عايزينها تكون رقيقه. زي ما قلت لكم مقاس الصينيه 30، كمان تقدروا تستخدموا مقاس الصينيه اكتر من 30، 32 برده هتمشي معانا وهتبقى حلوه قوي. هخلص باقي الكميه وبعد كده نشوف الصوصات اللي هنحطها. الصوصات اللي معايا ده صوص الرانش، كنا عملناه مع بعض قبل كده في القناه، هسيب لكم الطريقه بتاعته في صندوق الوصف، وكمان الصلصه بتاعه البيتزا، وده صوص الباربيكيو ده جاهز. فانا هسيب لكم كل وصفات البيتزا اللي احنا كنا عملناها سواء صيامي او فطاري، وكمان صوص الرانش يعني الصلصه بتاعه البيتزا. الصلصه بتاعه البيتزا عملناها بطريقه سريعه وبطريقه ثانيه على النار، فهبتدي بقى ان انا يعني اوزع بقى كده واشوف انا حابه اعمل كام واحده بصوص الرانش وكام واحده بالباربيكيو، على حسب ما الولاد يحبوا وعلى حسب المتوافر عندك تقدري ان انت تعمليه. هوزع الصوصات ونشوف التوبنج اللي هحطه هيبقى ايه. وزعنا الصوصات اهي، ده صوص البيتزا ودي صوص الرانش اهو، وعملت كمان واحده بصوص الباربيكيو، فبقى 2 برانش و2 بصوص البيتزا العادي. وطبعا المتوافر عندنا والمتاح عندنا واللي بيحبوه الولاد نقدر ان شاء الله نعملهم كلهم بنوع واحد بس من الصوصات دي، طبعا ترجع لكم وترجع للولاد. تمام كده هبتدي بقى ان انا اوزع الحشوه بتاعتي اللي انا كنت عاملاها، اللي حابب يحط زيتون، اللي حابب يحط بصل، انا مش بحط الكلام ده خالص. انا هبتدي بقى ان انا اوزع الفراخ بتاعتي، دي الستريبس اللي احنا كنا عملناه مع بعض. طبعا تقدري بقى تحطي كميه الحشوه اللي تحبيها كتيره قليله، دي بقى ايه ترجع لك. طبعا انت لما بتبقي عامله حاجه في البيت بتحبي تظبطيها كده للولاد، فتوزعي بقى الكميه اللي ترضيكي وترضيهم وتبسطوا. كمان ممكن نعمل واحده السلامي يعني للي مش بيحب حشوة الفراخ اهو، نوزع كده. ممكن كمان نعملها لو عندك باقي فراخ
من قبلها بيوم تقدري ان انت تستخدميها. لو عندك بانيه باقي قطعة بانيه تقدري ان انت تستخدميها برضو. وادي الفراخ اللي كنا شوحناها ونبتدي نوزعها لغاية ما نخلص الكمية بتاعتنا. وزعت الحشوة عليهم اهو، وكمان وزعت شرايح من الفلفل الرومي على البيتزا بتاعتي. تقدروا تحطوا تستغنوا عن حشو الفراخ خالص، تحطوا خضار بس، تقدروا تحطوا فراخ بس، تقدروا تحطوا لحمة مفرومة لو عندك سوسيس، يعني الحشوة اللي تحبوها واللي براد يختاروها. واخر حاجة بقى نحطها، هنحط رشة كريمة كده بقى من الجبنة الموزاريلا، ودي بقى اللي هتخلي الدنيا تبقى خطيرة. هوزع بقى برضو كمية الجبنة موزاريلا على البيتزا بتاعتي. تقدروا كمان اللي مش حابب يحط الموزاريلا من دلوقتي وبعد ما البيتزا تستوي يبتدي يحط الموزاريلا، برضو حاجة ترجع لكم. هخلص الكمية اللي معايا ونرجع ندخلها الفرن على درجة حرارة 180. الفرن لازم تكون سخنة، بعد ما نظبطها نسيبها شوية على ما الفرن تسخن، وبعد كده ندخلها الرف اللي فوق الأرضية بتاعة الفرن، ولما تستوي حابين تشغل عليها شوية تاخد لون من فوق ونطلعها. هي مش بتاخد وقت خالص، يعني 10 دقايق وبتكون استوت. البيتزا معانا اهي بعد ما طلعت من الفرن. اهم حاجة بعد ما تطلع من الفرن نغطيها على طول بفوطة او ب يعني ورق اللي هو الالومنيوم دون، بحيث تفضل معانا طرية. انا دلوقتي هطلع الاثنين التانيين من الفرن عشان احنا عاملين 5، وهغطيهم وهقدمهم لكم. كده وبثمن واحدة بس نكون عملنا مهرجان للبيتزا. عملنا 5 بيتزات من كيلو دقيق، والحشوة حطيناها بالكمية اللي تكفينا كده والكمية اللي نحس ان هي يعني ترضينا وترضي الولاد، وبالأطعمة اللي احنا نحبها بجد، حاجة كده خطيرة. تعال بقى كده نحط عليها شوية اضافات هتخليها تحفة وزي بتاعت بره بالظبط. نقدر نحط عليها كده صوص الرانش زي ما بتبقى موجودة بره بالظبط اهي. نقدر نحط عليها كمان صوص الباربيكيو اهو هنا، عشان دي اللي احنا عملناها بالباربيكيو. لو حابين تحطوا كمان بيتزا صلصة البيتزا او كاتشب عليها يبقى برضو دي على حسب ذوقكم وعلى حسب رغبتكم. وهنا الباقي اهو زي ما انتم شايفين، بجد لونها وطعمها وريحتها وشكلها واوفر من بره بكتير بكتير بكتير. اتمنى تجربوها. ما تنسينيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.